من كل جهة تقول لنا قعد بنص الليل يا نقعد بنص الليل ونعيش أنا قعيد بنص الليل ونعيش ومو مونتي حتى على سمعي يا أداري أداري على الشمات دمعي أنا عباس ظلمني أنا جيبه وينك يا أبو الفضل وينك تشوف زينب أنا عباس ظلمني أنا جيبه أجيبه وراوي حال اخت الغريبة أنا عباس والله شلون أجعده يا شيعة وربج بجفوفه فوق ذنبه أصبح عليها بأبي أم الصباح وين زينب أدخلوها على يزيد الذي يتشمت بزينب ويرفع بصوته ويتشمت بالحسين عليه السلام ثم أدخلوا النساء وين أدخلوا النساء على زوجة يزيد من هي زوجة يزيد هند التي كانت خادمة في بيت علي بن أبي طالب أدخلوا عليها بنات الرسالة هند جالسة على الكرسي تسأل زينب وهي جالسة وسط النساء المسبيات تقول لها يا أختي من أين أنتم؟ قالت لها نحن سبايا من المدينة قالت لها من أي المدن أنتم؟ قالت لها نحن سبايا مدينة رسول الله إذا تريد تعيش مصيبة زينب وشماتتها تعال الهاي اللحظة قال لك لها أريد أسألك عن بيت أنا أسألك عن دار سيدي ومولاي علي بن أبي طالب هند تسأل والنساء والأطفال يبكون تقولها أريد أسألك عن سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين أريد أسألك عن سيدتي ومولاتي زينب الأطفال يبكون وينوحون زينب تقولها إذا سألتي على الحسين فالحسين رأسه عنده وإن سألتي عن زينب يا بنتي يا نبي يحجون عني حبيبي حاشيني وحشتني.